السلام عليكم، أنا محمد غنايم. كنت أجلس في أمان الله وقت العصر، وفجأة وجدت نفسي أنشر استطلاع رأي حول أي موعد نشر تفضلونه في القناة. كنت أريد في نفسي أن يؤكد يوم الجمعة، ولكن وجدت الاستطلاع يتجه نحو الجمعة والثلاثاء معا. حينها تذكرت جملة قلتها للمدرب بعد أول يوم تدريب: ماذا فعلت بنفسي؟ طبعا أمزح أحبتي في الله، الجلوس معكم من أجمل الأمور التي قد تحصل في يومي دون أي مجاملة. طبعا حتى لو كان التصوير بالنسبة لي يومي لا يكون هناك لدي أي مشكلة، فالحديث معكم ليس بالأمر الصعب. فقط الله يعين محرر القناة فارس، يعني فيديوهين في الأسبوع وكورونا الله يعطيك العافية. طبعا بما أن الأغلب حاليا في عطلة بسبب الكورونا، طلب أحدكم حفظه الله أن نتكلم عن كيفية استغلال هذه العطلة لصالحنا، وطلب مني أن أحدثه عن كيفية قضاء عطلتي. من أنا؟ مع الأسف بعض الأطباء في بعض البلاد العربية لم يعطوهم ضريبة مخاطرة مقابل عمل تحت مثل هذه الظروف. وهنا أتذكر مقال قرأته لباحثة إسبانية متخصصة في علوم الأحياء، تقول: تعطون راتب 1,000,000 يورو شهريا للاعب كرة قدم، بينما يكون راتب باحث أو متخصص في علوم البيولوجيا 1,300 يورو فقط. إذن اذهبوا إلى ميسي وكريستيانو واطلبوا منهم علاج لفيروس كورونا. يعني هي تقول وليس أنا. وهذا حال أطباء مع الأسف هذه الأيام. ما أول أمر يجب أن تفعله في عطلتك بسبب الكورونا؟ بكل بساطة أن تستريح. ربما يعني أنت الآن منهك من دوام يطوع وقتك على هواه، فيجبرك على الاستيقاظ متى شاء وعلى النوم أيضا. فأول أمر يجب أن تفعله في العطلة الآن هو أن تستريح، تمام؟ يقول المتنبي: مصائب قوم عند قوم فوائده. فالكورونا كله مصائب كما تلاحظ ما شاء الله، لذلك لا بد لنا أن ننظر من زاوية مختلفة لفوائد هذه الكورونا ونحاول أن نستغلها لصالحنا. صحيح، الفائدة الأولى من مصائب الكورونا أنك ستجد لنفسك وقتا لتستريح به من مشاغل الحياة، فلم يعد هناك دوام ولا ركض خلف الحياة ومشاغلها، فجميع الأمور شبه توقفت مع الأسف. ثم الفائدة الثانية من مصائب الكورونا إن صح التعبير هو ارتفاع ملحوظ في العناية والاهتمام بالنظافة الشخصية. صحيح، يمازحني بعض الأصدقاء قائلا: إذا لاحظت تغير في طعم الأكل هذه الأيام فلا تقلق، الناس بدأت تغسل أيديها. تذكرون الإحصائية التي طرحناها سابقا حول أن نسبة 97% من سكان الولايات المتحدة لا يغسلون أيديهم بعد خروجهم من المرحاض؟ أعتقد أن الكورونا عدل كفة النظافة لصالحه. صحيح، هذه أيضا فائدة ثانية من مصائب الكورونا أعتقد. فلتكن راحتك الفائدة الأولى ولتحرص على نظافتك. أيضا هنا أنصحك بالاستيقاظ باكرا وقت الفجر للصلاة والتأمل. الأشخاص الذين ينامون باكرا ويستيقظون أيضا كذلك تقل لديهم نسبة الإصابة بالاكتئاب إلى 25%. طبعا إذا استيقظ برغبة منه وليس بسبب عمل موكل إليه، كما جاء في دراسة في دورية أبحاث الطب النفسي. فالدنيا ملك لمن يستيقظ باكرا كما قال الشاعر جبران خليل جبران. صحيح، بعد أن تستريح لن أقول لك مارس الرياضة أو قم بعمل تطوعي، لأن ذلك ربما يكسر الحجر الصحي الذي عطلوك لأجله، ولكن أرى من المناسب أن تقوم بزيادة عدد الساعات التي تقضيها على الإنترنت، وربما هذا الأمر سيصدمك، لأنك مهما فعلت في بيتك ستجد أن لديك الكثير من وقت الفراغ الغير مستغل، لأنك في مكان محدود في بيتك، فالأشغال تتراكم في العادة عندما يكون هناك أكثر من مكان جغرافي تتنقل به. صحيح، مثلا يكون لديك واجبات من المدرسة، الآن لا يوجد مدرسة ولا جامعة، في العادة يكون لديك صلة رحم وزيارة أقارب مثل عرس أو عزاء، الآن لا يوجد أي تجمعات، في العادة يكون لديك خروج مع الأصدقاء ولعب كرة قدم مثلا، الآن لا يوجد. فأنت في بيتك بسبب الحجر الصحي مهما حاولت ملء هذا الوقت ستجد أن هناك الكثير من وقت الفراغ الغير مستغل. لذلك نصحتك بزيادة عدد الساعات التي تقضيها على الإنترنت، ولكن اقضي ساعات تكون فيها متعلم هناك وليس متصفح، وهذه نقطة مهمة سأوضحها الآن. يعني لا تمضي وقتك في تصفح أخبار الفيسبوك الغير دقيقة أو تصفح السيئات إن صح التعبير على الإنستغرام أو التيك توك، بل امضي وقتك في التعلم الإلكتروني. نعم، قد تقول الآن: يا محمد، نحن خرجنا من مدارس وجامعات ويوجد لدينا منهاج أو أن نقرأ به إذا أردنا التعلم، وأنت طلبت منا في البداية أن نستريح، ماذا جرى لقولك؟ أقصد بالتعلم الإلكتروني هو أن تتعلم أمور تفيدك في الحياة العملية. في المدرسة والجامعة 99% من العلم الذي نأخذه هناك أمور علمية، يعني لا تفيدك في المجال العملي أو المجال المادي إن صح التعبير. صحيح، مثلا تعلمت عن البناء الضوئي في العلوم في المدرسة، هذا الأمر لن يفيدك في الناحية العملية، بل يفيدك في الناحية العلمية بأن تصبح عالم عن هذه النقطة. صحيح، ولكنه ربما لن يحقق لك مكاسب مادية في حياتك العملية، هذه النقطة التي قصدناها. ونحن معنا كل سنوات المدرسة والجامعة لنتعلم أمور علمية، ولكن هذه العطلة برأيي الشخصي يجب أن تستغلها في تعلم أمر عملي ربما هو شغفك أو موهبتك ولا تجد له وقت كافي لدراسته والتوسع به، فهذه العطلة من خلالها تستطيع أن تستغل هذه النقطة. وأعطيك أمثلة، مثلا
تتعلم عن الفوتوشوب وبرامج المونتاج أو سلسلة أدوبي كاملة، وهذا مجال يضخ على صاحبه آلاف الدولارات شهريا. مثلا تتعلم عن العمل الحر، مثلا تتعلم لغة جديدة تفيدك في تعاملاتك وتنقلاتك ومعارفك، تتعلم عن أمور تستطيع إنجازها في شهر أو أقل وتحقق لك مكاسب مادية من ناحية عملية، وفي نفس الوقت تتعلمها من داخل بيتك. هذه النقطة التي قصدناها بخصوص التعلم الإلكتروني. لذلك أحبتي في الله تواصلت لأجلكم مع منصة تومر أونلاين المختصة في التعليم عن بعد، وسألتهم عن عرض يمكن يقدموه لنا بسبب العطلة بسبب الكورونا، ومشكورين قدموا لنا عرض جيد. وهذا المناسبة ليس على أهم مدفوع لمن يسأل، قدموا لنا مجموعة دورات مثل كل هذه المجالات ستفيدك جدا في حياتك العملية، وبمقابل مادي سيكون مرتفع بإذن الله تعالى، وستعلمها في فترة قصيرة أيضا. طبعا منصة مشكورة قدمت لنا خصم 50% على كل الدورات التي ذكرتها، ويبقى التعليم الإلكتروني أرخص بكثير من التعليم الواقعي، وبرأيي فعاليتها أكثر. الآن نفس عميق، ما رأيك الآن أن ننظر من زاوية مختلفة لموضوع الكورونا كما تعودنا؟ نظرية المؤامرة. في رواية صدرت عام 2013 للكاتب الأمريكي داني براون تحت اسم الجحيم، يرى الكاتب أن الكثافة السكانية تأخذ البشرية نحو الهلاك. فالبشرية استغرقت 100 سنة لتصل إلى مليار نسمة، ثم 100 سنة أخرى لتصل إلى ملياري نسمة، ثم في 50 سنة تضاعفت إلى 4 مليارات نسمة، ليصبح مجموع السكان على الأرض 8 مليارات نسمة تقريبا. ففي الرواية يقرر عالم البيولوجيا أن يضع حد لهذا الانفجار السكاني، فقام بصنع وباء العقم، بحيث هذا الوباء يصيب ثلث سكان الأرض بالعقم، والثلثين الباقيين يحافظون على نسل البشرية. ويستشهد الكاتب أن الطاعون قتل ثلث أوروبا، ولكنه قادها إلى عصر النهضة. البارحة كنت أقرأ بعض التقارير التي تقول أن المتعافين من الكورونا مصابين بالعقم. طبعا هذه الدراسات وجدتها في الكثير من المواقع، ولكنني لم أجدها في المواقع التي أثق بها، فلا تأخذ هذه المعلومة على أنها علمية مؤكدة، ولكنني صراحة لا أتفق مع أنها مؤامرة. وأيضا وضعت لك في زاوية الشاشة هنا استطلاع رأي، إذا كنت تعتقد أنها مؤامرة شاركنا برأيك أيضا في التعليقات، نسعد بقراءة رأيك أيضا. النظرية الثانية، غضب من الله. في تغريدة نشرها ترامب قبل عدة أيام يدعو الناس إلى تخصيص يوم من أيام الأسبوع للدعاء لله بسبب الكورونا، ودعني أخبرك رأيي بهذه النظرية. كان هناك رجل ظالم لا يؤمن بوجود الله، بل يجبر الناس على الكفر به، وكان هذا الرجل غني، أعطاه الله الملك، كان لديه جيوش وسلطة وجاه. هذا الرجل سمع عن شخص مؤمن فاستدعاه إلى قصره وقال له: سمعنا يا فتى أن لك ربا غيري. قال المؤمن: نعم. فرد الآخر: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فاستهزأ به ذلك الظالم، ثم أمر باثنين من السجن وقتل أحدهم وقام بالعفو عن الآخر، ثم قال له: أرأيت كيف أحيي وأميت أنا أيضا؟ أحييت هذا وقتلت هذا. قال المؤمن: ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. هذه قصة النمرود أحبتي في الله الذي تجبر في الأرض، كما جاءت أحداثها في سورة البقرة. وكيف مات النمرود؟ أرسل الله عليه وعلى جيشه بعوض أهلكهم به. لك أن تتخيل مقدار صغر البعوضة وكيف أنها قتلت جيوش كاملة وهدمت هذه القوة العظيمة التي لم يكن أحد يتخيل أن أحد يستطيع القضاء عليها. ثم تنظر في حال الصين وكيف أنها من أقوى الدول في العالم اقتصاديا وعلميا وعسكريا، من يستطيع تحدي الصين؟ ثم تنظر في تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة، 700 مليون شخص فيهم ملحد لا يؤمنون بوجود الله، ولك أن تتخيل الظلم الذي يقع على كل من يوحد الله هناك. فجاء كورونا. ربما ليس كورونا هو غضب الله، ربما غضب الله لم يأتي بعد، من يعلم؟ الله يعلم. هذه كانت فقط مناظرة بين قصة النمرود والوضع الحالي، ونظرة من زاوية مختلفة لا أكثر. ولك أن تتخيل أن أعظم القوى يمكن أن تتهاوى فقط بكلمة كن فيكون. بغض النظر عن موضوع الكورونا، يجب عليك أنت أن تحرص على أن لا تكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله. لا أدعوك للهلع إطلاقا، ونحن اعتدنا على أن نناقش الأمور من زوايا مختلفة وبطريقة علمية منطقية سليمة، وأنت ما شاء الله عليك صاحب المنطق والفكر السليم. في النهاية احرص على استغلال ما لديك من وقت فراغ في شيء ينفعك، وأسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، ودمتم في أمان الله.